معنا السيد محمد الطوير، عضو لجنة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور من درنا. أهلا بك معنا. لو تضعنا في المشهد الآن في درنا، الأمور كيف هي مع هذه المسالك والطرق التي قطعت بشكل كبير؟ هل تحاولون الآن إعادة فتح طرق أخرى؟ سيد محمد هل تسمعني؟ نعم، السلام عليكم. نعم، وعليكم السلام، تفضل. بداية نعزي أنفسنا وأسر الضحايا في هذا الإعصار دانيال. نعتبر هذه المنطقة منطقة منكوبة حاليا. حقيقة سيد الفاضل تعاني المنطقة من انهيارات وانجلاقات كبيرة وضخمة في شبكة الطرقات العامة الرابطة بين الأحياء السكنية وبين بلدية درنا والبلديات المجاورة لها. يوجد العديد من الانجرافات بين من العبارات والجسور لمسافات كبيرة. قمنا يوم الأمس وبداية صباح اليوم بجولة وقودية للمنطقة. حقيقة لاحظنا انقطاع الأحياء السكنية عن بعضها، لاحظنا انعدام وصول الإمدادات لبعض الأحياء السكنية. تعاني خصوصا منطقة درنا بالخصوص ومنطقة سوسة نتيجة لموقعها الجغرافي بالنسبة لمدينة درنا، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط ويتوسطها وادي كبير به عدد 2 سدود. كانت هذه السدود أو لم تتحمل هذه السدود كمية السقوط مياه الأمطار. كانت كميات مياه الأمطار أكبر من القوة الاستيعابية للسدود، مما أدى إلى انهيارها. طبعا مدينة درنا لها 3 مداخل. حاليا تم تأهيل عدد 2 من المداخل حيث توصل الإمدادات وحيث تكون عمليات الإسعاف سهلة وسلسة لهذه المدينة. لاحظنا بمدينة سوسة أيضا انجراف عدد كبير من المساكن، انهيار عبارات وجسور، انجرافات طرق، انقطاع المياه التحلية وهو المورد الأساسي لهذه المدينة. حقيقة الوضع كارثي أستاذي، ونأمل تكاتف الجميع لإعادة تأهيل هذه